بنحييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان ونحكم معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكون الهنا. أهلا وسهلا فيك هدى. اليوم أول بداية الصوم عند التقويم الشرقي، كمان بنقول لهم صوم مبارك. أكيد. كمان بدوري بحيي أنجيلا عكرة من مدينة الحرف يلي على طول بتحضرنا، واليوم عيد ميلادها، بنوجه لها ألف تحية من تلفزيون لبنان من الشيف أنطوان وهدى وبرنامج مأكول الهنا، ونقول لها الله يطول بعمرك وتضلك تحضرينا وتعملي أكل طيب. اليوم صنفنا هو صنفين من صنف واحد من المغربية. المغربية عملها بالخضار قاطعة، وعمل سلطة المغربية مع الشمندر. أول شيء المغربية بدي ينسف المغربية، هي مغربية ناشفة، بعطيها شوية لون بالزيت النباتي. من بعد ما تاخد لون ضيف عليها الحمص، ضيف عليها الجزر، ضيف عليها الفليفلة، وبضيف لها الكراوية، الكمون، الملح، البهار الأسود، وبضيف عليها مي مغلية، بتركها 10 دقايق على نار خفيفة. برجع بهالوقت بضيف الكوسة يلي بيكون بده وقت أقل، كمان برجع بضيف عليها مي مغلية وبهزها هز بدون ما تتخزق أو تخبص مع المغربية، كمان بتركها شو 8-10 دقايق. برجع بضيف البازيلا، كمان بضيف مي مغلية، كمان منهزها شوي صغيرة مع القرنبيط بكون قطعته صغير، كمان مع البازيلا بحطه، برجع بتركها على نار هادية تقريبا حوالي 12-14 دقيقة، تستوي المغربية، نسكبها وبيطلع عندي مغربية بالخضار قاطعة. وبنقلكم صوم مبارك، وبالوقت ذاته صنف جديد. أما سلطة المغربية مع الشمندر، مغربية بدي اسلقها، بدي 400 جرام هون 600، أنا عزمت الكيلو 2. هال 400 بسلقهم بمي مبحبحة سلق، من بعد ما يستووا بشيلهم ببردهم بحطهم بوعي، بعدين نضيف عليهم الحمص، بكون بهالوقت سالق الشمندر، بقطع الشمندر، بقطع الروكا عليهم، بضيف معهم كليب فروت يلي هو يعطيني طعمة طيبة بس مش عصير، تقطيع معهم حصوص وبزين فيه، بقطع الشمندر، روكا، ملح بهار أبيض، وخل البلسميك، زيت زيتون، بخلطهم مع بعضهم، حمص إلنا، وبيطلع عندي سلطة المغربية مع الشمندر. يلا ايه بس بالكبيره، اوكي، بدي طنجرة الوسط لنسلق فيها. ناخذ اتصال. الو، دورك شيف. اهلا مدام عباس، كيفك؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك، كيف صحتك؟ والله الحمد لله مشتاقين. تسلمي تسلمي، خلي لنا اياك. الله يعطيك العافيه على الاخوات الطيبين. ميرسي كلك زايمه مدام عباس. لك شيف بدي منك طلب اذا بتريد. بخاطري. الله يديمك. بدي اعمل بيتزا بس العجينه تكون رقيقه وبنفس الوقت مش محمصه، طريه لو سمحت. شو هي؟ ما انتبهت. بيتزا. بيتزا يا تكرم عيوني. تكون العجينه رقيقه وما تتحمص، انا عم تتحمص معي وعم تطلع شوي سميكه لانه عم بيكون الفرن مش قوي. اه اذا الفرن مش قوي بتطلع معك محمصه. طيب بس بدي اعزك، بدي طريقتك اذا بتريد. ايه بخاطر عيوني. ميرسي كلك ذوق. تكرمي. يلا باي. باي. يلا. بس خليها تغلي المي. ايه لا تغلي. قطيعة قوية. اوكي هون هون. اوكي هولي هلا بدنا نحطهم لل بس زيت؟ ايه. ايه اوكي. يلا بنحط المغربية وبنحركها لتاخذ لون ذهبي. وهون عندنا ماي لنسلق المغربية سلق، ومناخد اتصال. الو الو بونجور. بونجورين. الشيف أنطوان. نعم. انا عندي بنت صار عمرها سنة، عم بسلق لها صدر الدجاج بس ما بعرف اذا هو مسلوق بحطه بالفريزر ولا بخليه ني وبحطه بالفريزر، وقد ايه بضاين هلا اذا من الاساس هو ني؟ نعم. وما كان بدك تتاكدي انه محل ما جبتيه ما كان مجلد؟ لا المذبوح بيذبح لي اياه. اوكي بهدي ثلاث اشهر هو ناي. ثلاث اشهر هو. طب واذا بدي اسلقه وحطه بالفريزر؟ شهر. وبرجع بنزله قبل بليله؟ لا دغري نازليه مجلد. نعم. قطعيه يعني. نعم. بس يضلوا شو نص ساعه وبتفرميه وبتستعمليه. طيب انا هلا ما عم بحط الا ملح وما عم بحط الا مواد عطريه فيه، بس عم تستحلي من اكلاتنا اللي بنعملهم. ليه ما عم تحطي مواد عطريه؟ لانه ما بعرف
يعني بديش احط لها مواد عطريه ملح وكله هول اللي بحطهم بقلنا. ليش مين قال ممنوع؟ اذا واحد عمره سنه بده شويه ملح مين قال؟ او مواد عطريه ما بيأثر، بس تكون خفيفه، يعني تكون خفيفه. نعم. ما تكتري. نعم. انه كسره من ورقه الغار الصغيره. نعم. عرقين بقدونس. نعم. كبشه قرنفل حبه وحده، يعني هيك. نعم. جزره شقفه من الجزره، بصله شقفه. نعم. من البصله، هاي مواد. نعم. عطريه خفيفه لإلها لعمرها. اوكي اوكي ممنون لك انا. تكرمي. طول عمرك يا رب. تكرمي، اهلا وسهلا فيكي. يا حنبلش بالفلايفلي. ثلاثة أو أربعة. نعم. هلا بدك تحركي. السؤال إيه؟ شو؟ إذا كان عنا إياها مقبلة خالصة شو بنعمل؟ كليا بدك ترجع تحطيها على النار، ترجع تشد الحبة وبتعمليها ثلاث مرات تقريبا. إيه يعني مش بنحط الخضار قبل؟ لأن هي بتكون مهبلة إذا جايبينها. لو كان لا بدها تكون هي قبل. هي قبل. نذكر انه هالبرنامج سبونسر هو فيليدا، بنوجه لهم الف تحيه. هون عندنا الفلايفله الحلوه عم نقطعها، بنحط المي بعد شوي على اربع مراحل هن والخضره معها. ايه 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 بتستوي الخضره. يا ايه اوكي. وبناخذ اتصال. الو. أوكي. الو بونجور شيف. بونجورين، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شيف معك مدام فيفيان. أهلا وسهلا. لو سمحت دوك شيف بدي اسالك عن الارض شوكه. نعم. هلا انا بعرف انه بحطوا لها لحمه وبصل وصنوبر، بس لحد هون بعرف. كيف بدي اعملها؟ يعني انت بدك تسويها يخني عم تقصي او جراتان بالفرن؟ لانه الثاني جراتان شيف. في جراتان وفي الثاني. فيني اعملها صوص بلانش وصوص غير؟ لا صوص بلانش بس. صوص بلانش لو سمحت بدي اعملها لان هلا بعد دور. فينا نسويها صلصه، فينا نسويها بصلصه البندوره، بس شرط انه وقت بتكون البندوره بموسمها، هلا مش بموسمها. خلينا على الصوص. خلينا على الصوص. يلا اوكي بخاطري. مرسي كتير، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، تكرمي. شيف بدك شوي تجي معي المي هلا اللي بنحط شوي. لا 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 لا. ها بلا مي. يومي روقي شوي هدى. اوكي. المي بدنا نغليها، ما بيسوى بلا غلي كمان. هذه المي. لا هي للسلق غير وحدة. لا حطي لي المي هون كلها اعملي معروف. وبعبنا كمان فرد مرة. حركي ميت بطاطا للشام، بطاطا للشام. كمان بناخذ اتصال. الو. بونسوار. بونسوارين، يعطيك العافيه. الله يعافيكي. خلي لي اياك يا رب. تسلمي. شيف انطوان وحبيبك، بدي اطلب منك بدي اعمل صينيه لازانيا مطلوبه. نعم. منه انا ما بعرف اعملها. تكرمي منعلمك. المهم معروف شيف انطوان الله يخليك. بخاطرك. بس توعدني وما تعمل لي، ما تقول لي اياها. أنا ناطرتك لا تخلص. يلا تكرمي. ميرسي كثير حبيبي. بخاطرك، أهلا وسهلا فيكي. باي. كمان ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو بونجور. بونجور، يعطيك العافية. الله يعافيكي. بدي منك تعطيني وصفة الفاصوليا الخضراء كيف بنطبخها. عندك فاصوليا خضراء هلا أو جلدتيها؟ لا جبتها من السوق خضراء بس طبختها طلعت يابسة، كيف هيك؟ هلا اشتريتي كيلو اللوبي ب 12,000 لتطبخيه؟ الو. يعني ما استويت. ما استويت، شو سويتيها بالزيت او اللحمه؟ لا فاصوليا خضره العريضه. العريضه ما في اخضر هلا بالسوق، في يابس. نقعتيها؟ لا بلحمه. لو كان بلحمه عيوني نقعتي الفاصوليا؟ مدام هلا اخضر ما في. ايه نعطيها سبع دقايق. نعطيها سبع دقايق. سلقتها سبع دقايق وضلت يابسه. اكيد. اول شيء بدك تنقعيها ساعتين لتطرى. ايوه. بعدين بدك تسلقيها نص ساعة وأكثر كمان، نص ساعة وخمس دقايق لتستوي. ايه. سبع دقايق ما بيعملوا لها شيء، بتعملي فنجان شاي بسبع دقايق. يلا. شكرا.
بخاطرك يعني. شكرا شكرا يا بدي وقت بدي وقت على النار بطاطا لهام. يعطيك العافيه. الله يعافيك. وانت بخير. اهلا وسهلا وانت بخير. بنضيف الجزر. يعني لو كانت فاصوليا عريضه انتبهوا، هلا مش موسمها يعني ما في اخضر، انا بحكي الا اذا مجلد. بعدين بتكون يابسه بدها نقع ثلاث ساعات ساعتين. حركي لي هاو شوي معروف هاو بنضل نحركه مشان ما يلزقوا للسلطة. منحط شوية ماي من الماي اللي عم تغلي، يلا ومنغطيها على النار، منحطها على نار خفيفة كأول مرحلة من مرحلة تحضير مغربية بالخضار. هالبرنامج هو برعاية فيلادا، رح نتوقف مع محطة إعلانية. منضيف ملح لكل وقت الطنجرة لكل شيء. بعدين بهار أسود حلو، قرفة ناعمة، كمون، كراوية. أنا بحرقهم عنك، عندك حساسية على التوابل. حلو، نرجع منغطيهم بعد ما منحط المرحلة الثانية. بعدنا بالمرحلة الأولى. هون عندي المغربية عم تنسلق،
بدي ساعة 7 دقايق لتستوي الحبة. برجع بتركها على نار خفيفة ونحط الكوسة. اعطينا انواع كبيرة من المعروف عندك. بنحط الركة، بفرم الركة عالضلوع، بفرمها مع الضلوع ما بكبون، ما بكبر القطعة، مالت الورق بكبرها، بصير السكين يجي شوي شوي أكبر من ميل أكبر من ميل. بهذه الطريقة بشيلهم بحطهم معي هون. شفنا الورق الكبير بالآخر ومحل ضلوع صغير، تستعملوا باقة تكون مليانة أو اثنين صغار حسب ما يكونوا موجودين معمولين. بدها 8 دقايق. يلا نتفي صغيرة بدها بعد. يعني بتشوفيها حبة المغربية صغيرة بس بدها وقت مثل الباستا العريضة السميكة. وبناخد اتصال. الو بونجور. بونجورك. بونجوريني، اهلا وسهلا فيك. كيفك شيف؟ ماشي الحال. قبل كل شيء كيف بدنا نعمل، كيف بدنا نعمل دايت ونشوف هالطبخات الطيبة وهالاكلات الطيبة؟ على طول عم تشوفهم، مش عم تحضرنا بس تحضرنا بتصير تشوفهم. طيب شايف ما في غير رسول بتصل؟ لا على طول بشوفك، انا عم اقول ما في غير رسول بتصل فيك، خلينا نغير الخطه ونتصل فيك رجال. بدي اسالك، عم جيب للحاج فول اخضر انا. تكرم عيونك الفول الاخضر. هيدا كيف بدها تلجو مثلا اذا ما بدها تطبخه هلا؟ يلا تكرم عيونك. يخلي لي اياك يا هلا. هلا من هلا ل 15 يوم 20 يوم ايه؟ ما منجلد، هلا بناكل منه بلش الموسم. طلع الفول بقلب منبت قد ما عم ناكل، بس بدنا نفرزه. بتفرزه بعد شوي، هلا سعره 4000، بعد 20 يوم بصير سعره 1005، ساعتها بنفرزه. يعني بدنا نعلمك بنفرزه وقت اللي بيكون سعره رخيص وبيكون بالوقت زيته طازه. هلا طازه بلش موسمه بس بعده اول وغالي. طيب يعني حرام هلا نفرز الكيلو حقه 4000، بعد شوي بصير الكيلو ب 1005. طيب كيف بيتفرز شيف؟ بيتفرز اذا بدك اياه ل 40 45 يوم. بتشيل الحبه منه، بتشيل منه كمان الحبه الداخليه بتحطهم بصينيه، ومن بعد ما تحطهم بصينيه بتحطهم بالفريزر شو ساعتين، ترجع بتجمع كل اكلي بكيس وبتحطهم بالفريزر، بيهدوا معك 40 45 يوم. اذا بدك اياهم اكثر بتحط مي على النار مع ملح، بس أوكي. بس تغلي المي مع الملح، بتسقطهم بقلبهم وبتغليهم 3 دقايق، بعدين بتشيلهم على المي المسقعه، بس تشيلهم على المي المسقعه بتصفيهم، ترجع بتعمل الطريقة ذاتها كمان بتحطهم بالفريزر بصير يهدوا 5 6 اشهر. تكرم عينك واهلا وسهلا فيك. ممنونك شيف. تكرم عيونك حبيبي. تكرم. هيك عم نشيل الليمون بلا لب. يلا بدنا نضيف الكوسة عندك. هاي المرحلة منضيف الكوسة وكمان نتركها على نار خفيفة، ما بنعمل شيء. ومناخد اتصال. الو الو بونجور.
بونجورين. يعطيك العافية شفانطوان. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. بدي أسألك سؤال، بالكبيس ليش بيعمل كم خبايدة أوقات بالمرضين؟ مرسبين كبيس بيعمل بيكون ملحه قليل أو معرض للشمس أو للحرارة، هاو ثلاث عوامل بيأثروا. ايه بس هو يعني في مرضين بتعمل عادة بيكونوا منيح، في مرضين بيعملوا كم خبايدة. بركي مش مسكر مظبوط. الو بركي مش مسكر مظبوط وطالع الكبيسة فوق مية الخل والملح. كمان بتعمل عفنة. بس ما مشي، شيلي العفنة، شيلي حبة الكبيسة اللي كانت معفنة وبقية المرتبين بيرجع بتسكري، يضلوا الزوم فوق الكبيس وبيمشي الحال. او ملحه قليل. ايه هلا اوكي ميرسي يا كرامي. اهلا وسهلا فيكي. شافوا لي شو؟ يلا شيليهم برديهم تحت الماي البرد وجيبي لي اياهم بمسفيه يعني معروف. هلا هالقرنبيط، وكمان هلا نحن عز موسم القرنبيط، يعني بدنا نتعلم كل شيء بموسمه. هلا بلش موسم الفول، انتبهوا، بس بعده اول وغالي، حرام فينا ناكل منه، نجيب ناكل منه، ما نحرم حالنا، كون طالع عبالنا صرنا زمان ما اكلنا فول، ولكن مش هلا بنفرز، بنفرز ايمتي؟ بس يجي اول نيسان بنبلش، ساعتها بيكثر الفول، بيرخص الفول، جودة الفول بتكون افضل وبنفرزه. هالقرنبيط نسويه بهالشكل، خليهم لكبار ولصغار بهالحجم، وبناخذ اتصال. أنطوان بونجور. بونجورين. كيفك؟ معك روبير. أهلا وسهلا فيك. ليك بدنا ناكل معكرون بسكر، كيف بدنا نعمل ايه؟ معكرون بسكر. ايه تقرش قرش، ما بدناها تطلع ليني معنا. ايه تكرم. كيف الطريقة؟ يرحم عليك. يلا. تعمل عجينة معكرون. كمان بناخذ اتصال. ألو. ألو. بونجور. بونجور شيف. بونجورين. أنا معك علي من بعلبك. أهلا وسهلا فيك حبيبي علي. في أطلب منك طلب؟ إيه بخاطرك حبيبي. بدي بهارات بدي بهارات الملوخية. كزبرة يابسة. كزبرة يابسة. نعم. كمون. كمون. بهار أسود حلو. بهارات. شوي قرفة. شوية قرفة. وبدنا مواد عطرية منيح للدجاج واللحمة، مواد عطرية لتطلع طيبة، هودي هن. شكرا. تكرم، أهلا وسهلا فيك حبيبي. يلا. هلا بهالوقت، هي ما عادش بدي إياها. بدي أغسل القرنبيط، دقيقة غسلوا غسلي وحدتين إياهم. حطهم فيها طنجرة نظيفة. نغسلهم فيها. يلا. نغسل القرنبيط ومنجيبه منضيفه دفعة واحدة على المغربية اللي هي على النار. اوكي. كشف شوية من المعروف. اوكي. بدنا نضيف ماي. يلا. منضيف ماي. ونار خفيفة. ماي مغلية. ممنوع تكون ماي بيرد، بتهلط معي المغربية. بنسقط القرنبيط معها كمان، او بحركها بملعقة خشبية، يعني عمهلة بحركها هاي بملعقة خشبية. نعم. اوكي. اعطيني الحمص، هيك القطار.
منضيف الحمص عليهم. وفعلا شيء بشهي. يا ونغطيهم ونار خفيفة. هلا خلي شوي من هاو للزينة، بحط الحمص فوق منهم للمغربية للزينة، والباقي بقطعهم بهالشكل. نضيف عليهم ملح جيب شيء نحركون. هون السلطه بعد مش حاطط ملح، انا بهار ابيض صويا صوص وزيت زيتون وبنحركون. يا ملي معروف، حطي الصويا صوص وزيت زيتون وبنحركون. هلا هالمغربية يلي هي معنا فينا نضيف عليها، انتبهوا لي شوي، يلي بحب طعم الكزبرة فينا نضيف معها كزبرة بقي خضرة، ما بده ما مش متوفر عنده كزبرة خضرة في ضيف كزبرة يابسة كمان لها، يجي حسب الذوق يعني، بتروح معها وما بتروح. أنا كنت على أساس بالرسات حطيت لكم إياها بعدين شلتها، بركي ناس بالجبال مش متوفرة عندهم الكزبرة. نتفة صغيرة بيحشيل الشمندر منشان نقطع من برده للشمندر. ايه يلا بس بدنا نقشرها هيدي. بنقشر الشمندر وبنقطعه بنضيفه فوق السلطه. هالبرنامج هو سبونسر برعايه فيلادا، يعني توقف مع محطه اعلانيه ومنتابع حلقتنا عبر شاشه. منتابع حلقتنا عم نقطع الشمندر، ونحن عم نقطع الشمندر بنشيل شوي منه للزينه. يعني دائما مش بنخلص ونقول يا ريت شلنا شيء للزينه، بنشيلهم او فينا نحط مثلا ورقه روكا بالاضافه للكريب فروت، يعني فينا نضيف عليهم. بنقطع الشمندر على ورقه نايلون لانه بيعطي لون الدم، مشان اوقات اذا فينا ندغري الخشبه نغسلها ما بتدبخ، بدنا ننتبه كمان. واحلى واحلى وقت بنسويها بهالطريقه. هلا بنبلش شوي من السؤالات اللي يلا خلصت البيتزا؟ لا البيتزا بلشنا كنا بالعجينه ووقفنا. انا اللي بسيب فوق في دقيقه هذا دغري. يلا حركيهم واسكبيهم بالشوط، هي طلع بيها تضلها تنزل.
هلا مسحنا الطاولة، منطل على المغربية اللي هي هون عنا على نار خفيفة، نحركها بملعقة خشبية. بعد عنا البازيلا. يلا اعطيني حطي طازة ومجلد، بحركن برجع كمان بضيف مي عليهم، مي مغلية، برجع بتركن أو نطفي النار ليغلو وبرجع نار خفيفة. هيدي سلطة مغربية مع الشمندر. من الأصناف الموجودة عندنا من زين طبقنا سلطة طيبة، الركة بيعطيها كتير كتير نكهة مميزة لإلها، مش مستعملين فيها لا توم ولا بصل ولا شغلات من هالنوع، بس مركزة على الشمندر والركة الأساس والمغربية المسلوقة سلق بالماء مع الملح. بدك تبلش بالشرح شايف؟ يلا رح نبلش بالشرح. يلا في عنا شو عنا؟ عجينة البيتزا خلصت، العجينة خلصت، رح نبلش كيف تتساوى. رح ارجع عيد على السريع، كيلو طحين، ثلاث ارباع بكاية زبدة صغيرة، نص كباية زيت نباتي، ملعقة ونص صغار من السكر لأنه نحن بعدنا بفصل الشتي، ملح ملعقة صغيرة وربع، خميرة قلنا ملعقتين صغار ما بعرف بتشوفوا، ملعقتين صغار خميرة، بينفركوا منيح منيح مع بعضهم، الزبدة بندوبها مع نتفة مع شوية الزيت وبنضيفها وبنفركها منيح بهالطريقة. برجع بضيف لها مي فاترة، بس ضيف مي فاترة عليها بتركها تنعجن وبتركها ترتاح ساعة. مد العجينة، بدنا ننتبه لمد العجينة لما تقسى، ليش اوقات بتقسى؟ بيجي واحد بيكون كمية العجينة كبيرة عنده، مش عم نقصد مدام عباس، أي ناس يلي ما عندهم خبرة، بيجيبوا العجينة كلها بحطوها على الطاولة، ببلشوا يمدوا بيلاقوا إنه الطاولة صغيرة، بيصيروا يشيلوا من الداير وبصيروا يعجنوها، هون بدها تقسى العجينة لما فر، لأنه هاي اللي عملتها هيك لازم أرجع ريحها نص ساعة، أنتوا ما بتريحوها بتقسى. هاي بدنا ننتبه لها، هي والعجينة مرتاحة، لو نعرف انه العجينة مرتاحة بس نمدها بالشوكي، شيلوا نص العجينة، شيلوا ربع العجينة، قد ما بترتاح الطاولة تمدوا عليها، ساعتها بتمدوها بترتاح، يعني ما بتمدوا وبترجع، بعدين بنقطعها بالقطعة اللي بدنا اياها، رققوها، بعدين بتحطوها على الصينية، بتخزقوها شوي، شوية صوص، وبتتركوها ربع ساعة، بعدين بنخبزها بالفرن نص خبزة. من بعد ما نخبزها بالفرن نار قوية منطلعها منحشيها بالحشوات اللي بدنا اياها على وجه جبنة، منزينها بشعفة فلافل بشي زيتون، وبنرجع بنخبزها كمان نار قوية ومنشيلها ما بتطلع معظمة، ومنقول لكم ألف صحتين. ناخد اتصال جديد. ألو بونجور شيف. بونجور عيني، أهلا وسهلا شيف. أنا من جنة الماضي ناطرة بس أعرف كيف نعمل الكمة، ما بعد حضرتك ما خبرت. شرحت مبلا، صرت شرحها 10 مرات وهي مرت 11 تكرمي، وبعد مره بشرحها على الدزينه بيطلع لنا 6 حبات. يلا يلا اوكي بيطلع لك، انا رح ابعث لك اياه هون. تستمر. ميرسي. يلا بخاطري. شكرا. بخاطري. الكمى يمكن اوقات ناس، ليش السنه كثير سؤالات عن الكمى؟ لانه السنه صار في كثير رعد، صار في كثير امطار، والكمى بيطلع على الرعد ونازل سعره وعم ينباع بالسوق المحلي تقريبا بين 20,000 و30,000. هالكمة منجيبها مننقعها بالمي 3 ساعات ونص 4 ساعات، بتجيبوا فرشاية، هالفرشاية خشنة بتستعمل فقط للكمة وللبطاطا، فيها استعملها للبطاطا للقلقاس لكل شيء بيطلع من تحت الارض بنغسله، مش يكون خضره سكري. انا هلا طلعت سوري ما انتبهتش انت. بعدين بنحفها بالفرشيه من بعد 3 ساعات ونص او 4 ساعات، ساعتها بتطلع كل التراب منها، بنقشرها بنقطعها مربعات، في انقاع زيت ثوم حامض، شويه تباسكو،
شوية ملح وبهار أبيض بنقعها 4-5 ساعات في شويه شوي وبتطلع كتير طيبة. طريقة تانية فينا نسويها بروفنسال، منقلي بصل ناعم، ثوم ناعم بزيت الزيتون، بضيف كزبرة خضراء، بضيف الكمة، برش ملح، ما بحط شي معها، بتركها على نار كتير خفيفة لتبق ميتها تقريبا 20-25 دقيقة، بعدين بضيف لها شوية عصير حامض وبقدمها. طريقة تالتة بناخد اتصال. ألو. مرحبا. مرحبا، يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك. بليز بدي أسألك طريقة الكراميل اللي بينعمل مع البشار، بليز مع هوكون. ايه تكرم عيونك، تكرم. نرشح الطريقة التالتة ونجعل الكراميل مع البوكور. عم تغلي؟ اوكي، المهم تكون عم تغلي تستوي مزبوط مع الخضار. الطريقة التالتة فينا نقليها للكمقلي، بنحط زيت نباتي على النار بيحمى، بنقليها مثل ما بنقلي البطاطا. بقلي بصلي بشقفة زبدة، ثوم، ضلع كرات، كزبرة، وفينا بلا كزبرة ما بحب طعم الكزبرة. بضيف لها لحمة مفرومة خشن أو راس عصفور، بعدين بضيف لها ملعقة طحين وحدة، بحركها معهم. بضيف إذا كانت اللحمة مفرومة بضيف الكمة المقلية معها، شوية مي، وبتركها على مع ملعقة ربع البندورة، بتركها على نار قوية لتغلي، بعدين نار خفيفة تقريبا الوقت 22-25 دقيقة، بعدين شوية عصير حامض، شوية بهار أسود حلو، ومنشيلها بنعمل حد منها رز مفلفل. إذا كانت اللحمة قطع راس عصفور، انتبهوا ما منضيف الكمة إلا ما نتأكد إنه اللحمة نضجت. يمكن استعمل لحم بقر فيليه أو فوف فيليه، بده الفيليه بده 10 دقايق بيستوي، الفوف فيليه 15 دقيقة بتستوي، دقن اللحام 20 دقيقة بتستوي، وجه الفخذ نص ساعة بيستوي. أما إذا استعملت موزات بقر بدهم ساعتين وربع ليستوي. أصبح ما بقدر ضيف الكمة إلا ما أكون تحكمت بعملية الاستواء أو نضج اللحم. أما كراميل البشار في عندك شيء قبل؟ بس يلا هاي سريعة. أول شيء بنعمل البشار، بنحط قليل كتير من الزيت، شوي ذرة المخصص للبشار، ملح، بغطيهم بتركهم أول شيء على نار قوية بس يبلشوا يفقعوا، بنوبس النار شوي مش كتير وبتركهم ليفقعوا. إذا بدي بعمل كراميل على النار سكر بحرقه ليصير لون الكراميل أشقر، نتفة صغيرة غامق، ضيف عليه شوية كريمة أو حليب برخيه، نتفة صغيرة شوي صغيرة، برجع بفرش البشار بجاط مثل هالجاط، برش عليه الكراميل، بخلطهم مع بعضهم وبيطلع عندي البشار بالكراميل. وفي مكانات اليوم أكيد لوحدهم بيتساووا. بناخد اتصال. ألو. بونجور. بونجورين. شيف أنتوان كيفك؟ ماشي الحال، أهلا وسهلا فيكي. أنا بدي أسألك المداب الدراب بدنا نستعمل رز المصري او انكل بانس؟ شو هو؟ المدردرة. مدردرة لا، فيك تستعمل اثنين ما بيأثر. اه ما بيأثر، على مسؤوليتي اثنيناتهم بيطلعوا طيبين، الشرط انه ينضاف الرز على مية العدس ويستوي معها، وتكوني مقلية بصل مع زيت زيتون او زيت نباتي. اوكي بخاطر عيوني، تكرمي. وما تنسي البصل الجوانح يلي مقلى ومحطوط على الوجه بزيت النباتي بيعطيها تقرقش طعمه طيبه. اوكي ماشي، تكرمي، اهلا وسهلا فيكي. كمان بناخذ اتصال. الو. الو مرحبا شيف انطوان. مرحبتين، معك روبير. اهلا وسهلا فيك خي روبير. من فضلك بدي اعرف عجينه المعكروني المسكر كيف نعملها؟ حشوة الدجاج كنا بلشنا فيها ووقفنا. اول شيء نعمل عجينة 3 كبايات طحين ذرة، 2 كباية طحين عادي، 1/2 كباية زيت نباتي، محلب 2 ملعقتين صغار،
سكر كمان بنحط معه نص كباية نخلطهم مع بعضهم مزبوط. إذا هلأ بالشتي بنحط معه قليل من الخميرة شوية بودرة اليانسون أقل من ربع ملعقة صغيرة ينخلطوا مع بعضهم بعدين منضيف لإلهم مي فاترة شوي شوي ومنعجن العجينة. هالعجينة من بعد ما عجنها إما بحط زيت على النار وبقلي المعكرون من بعد ما قطعه أو شيل شقفة صغيرة وبعملها على المنخل أو مبرشة الحامض أو بعملهم شكل حبال وبقطعها حسب الحجم والسماكة اللي بدي إياه كمان نفس الشيء بقليها بشيلها بلتها بالسكر العادي وبحطها على حدا برجع ما بحط قطر هون. بعد ساعتين بيختفي السكر برجع كمان بصحن بيكون في سكر مبحبح كمان برجع بلتها بالسكر وبحطها كمان بعد ساعتين مرة ثالثة وبتكون هالمرة الأخيرة لإلها. والمرة الثالثة فينا نستعمل كمان سكر بودرة ما بيأثر. كمان فينا هي زيتها منحطها على صينية مدهونة أو ملمعة زيت منخبزهم بالفرن كمان بس يطلعوا من الفرن نعمل الطريقة زيتها بالسكر. تكرم عينك وعلى وسهلا فيك خي روبير. شو صار عنا هون؟ في أرض شوكي يلا هيدي تبع المغربية مع زيتها عند رجات السكر. حط رجات نحركها حركة فعلا شي بشهي. مش ضروري المغربية تكون عاملينها بلحم ودجاج لنقدر ناكلها فينا نسويها بعدة طرق وبتطلع كتير طيبة وممتازة ونكهتها بتشهي. رح نشوف مقادير المغربية بالخضار سلطة المغربية مع الشمندر نرجع منتابع حلقتنا وسبونسر هالبرنامج مع فيلادا. هالمغربية بالخضار خلصت منشيلها عن النار. شوفوا الهبلة كيف طالعة منها شي بشهي وبتسكبها هدى. وأنا بهالوقت رح أشرح أرتيشوكي باللحمة. أرتيشوكي باللحمة كمان ننتبه فينا نجيب أرتيشوكي مجلدي هلأ وبعد شهر كمان بعز موسم الأرتيشوكي منصير يعني شهر نص نيسان وطالع بصير فينا ب موسم الأرتيشوكي أوقات بيجي قبل شوي قبل جمعة. أول شيء الأرتيشوكي بنقص منه راسة كسر الوراق تكسير ببرم بالسكين بفرك بالحامض بشيل اللب بفرك بالحامض بحطهم بوعاء بير مي بيردي مع ملعتين طحين شوية ملح ونص ليمونة حامض من شان ما يسود الأرتيشوكي. بس تخلص
بحطها على النار وبسلقها، لانه بدي ارجع اسويها بالفرن. بسلقها هون سلق 10 دقائق 11 دقيقة، بشيلها بحطها بمصفية بدون ما بردها، بظبط لها كعبة لتهدى معي، بجيب جاط جراتان وبحضره او بصفهم، فيي صفهم. بعمل قلية بصل مع شقفة زبدة، صنوبر او لوز مقطع، بعدين لحمة مفرومة خشن، ملح، بهار اسود حلو، نتفة صغيرة قرفة ناعمة، و بشيلهم عن النار. بحشي فيهم شو؟ قلب الارضي شوكي. بعمل على، بحط على النار 3/4 لتر حليب، بحط 30 جرام زبدة مع ملعقتين ونص طحين، بحركهم على النار نص دقيقة غلي، بنوس النار كتير وبلش ضيف الحليب شوي شوي عليهم لتخلص الكمية. فيي دسمها بشوية كريمة وفيي بندوم دسمها، تبو نين صح. أنا مثلا ما بدسمها، بحبها عادي، لشو الدسام؟ ما نحن بناكل أكل دسم ونرجع بنروح نعمل رياضة ونعمل هيك مشان نشيله، لشو؟ لشو العذاب؟ بنعمل رياضة خفيفة وبنخفف شوي بدسامة الأكل. هلا بحط على كل حبة من الأرضي شوكي بلبسها بهالصوص، برجع بحط شوي جبنة مبروشة على الوجه، بمسح الجاط وبفوت الجاط على الفرن لتحمر وجهه، بشيلها وبقدمها للأرضي شوكي جراتان. بنقول لك ألف صحتين وتكرم عينك مدام. في اللازانيا شيف. لازانيا، أول شيء شايفين الجاتين كيس أنا مغربية جبت كيلو، عملوا هالجاتين عندي، يعني في واحد بكل سهولة يعمل أكلة مثل هاي أرضي شوكي بالخضرة، مع أنه اليوم الخضرة غالي بس لكميتها القليلة مع الحمص ما بتكلف 10,000 ليرة كلها سوا. وطيبي ومغذي وصحي. ما نرجع شوي لحتى مع الشمندريت طلع 11,000. لازانيا شيف، لازانيا تكرمي. لازانيا فينا نسلقها على النار 5 دقائق، نحط مي مغلية على النار مع ملح شوية زيت، وبننزلهم مش مع بعضهم شوي شوي، أو في أو صاروا يعملوها رقيقة اللازانيا هلا، أرق من زمان. فينا نحط مي عادية وننقع فيها اللازانيا 10 دقائق، مي عادية، مي بارد العادية، وننقعها فيها 10 دقايق بس، أكتر بصير تلزق، انتبهوا بصير بهالشيك. بعمل صلصتين، أول شي صوص بولونيز، حط شقفة زبدة على النار، ضيف عليهم بصلة ناعمة، بعدين حصين ثوم، ضيف عليهم لحم مفروم خشن، بقلبها معهم، ملعقة طحين، ملعقة رب البندورة، برجع مي، ملح، بهار أبيض، بتركها تغلي على النار 12 ل 15 دقيقة. الأطيب هي ذاتها بعدنا بولونيز، بجيب جزرة بقطعها قطع هيك طويلة، كم ضلع بقدونس أو كرات، ورقة غار، بلفهم بخيط وبسقطها بقلبها من أول ما أحطها على النار تغلي لتعطيني تعطير طيب وتشيل الزنخة من اللحم إذا موجود. صلصة هي صوص بشاميل، اللي هي لتر حليب، حط 40 جرام زبدة، 3 ملاعق نص طحين كبار، حركهم مع بعضهم على النار، وبضيف الحليب الغالي شوي شوي، والزبدة والطحين بيكونوا على نار خفيفة، بصير ضيف الحليب شوي شوي وحرك شوي شوي لتخلص الكمية. كمان في يضيف كريمة وفي بضيف كريمة. بيجي أول طبقة بالجاط الجراتان أو بالصينية، بحط صلصة من الصوص بالشاميل، برجع بجيب اللازانيا بصفها من جهة، يعني اعتبره هاي الجهة، من جهة بحط صلصة بيضة، من جهة التانية نص التانية بحط صلصة حمرا، برجع برش رشة جبنة، بحط طبقة تانية من اللازانيا، فوق الصلصة البيضة بحط صلصة حمرا، وفوق الصلصة الحمرا بحط صلصة بيضة، بعكسهم كمان، بحط صف لازانيا، برجع مع جبنة، برجع على الوجه صلصة بيضة على الحل، كمان شوية جبنة، فوتها على الفرن يحمر وجهها، منشيلها بدل ما الفرن ربع ساعة، بنقدمها ومنقلكم ألف صحتين. ست هدى ميرسي على معاونتك على المغربية يلي كان عنا مغربية بالخضار، قاطعه اليوم بداية الصوم عند الطوائف الشرقية، من قلهم صوم مبارك للجميع، وكمان تابع الصوم عند الطوائف الغربية. كان عنا سلطة الشمندر مع المغربية. حلقتنا اليوم انتهت، من حي كل مشاهدي تلفزيون لبنان، وبشوفكم بحلقات جديدة، ومنقلكم باي باي.